عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. حبيبة قلبي ناحية السباق، الكراش اللي بكراش عليها من مش عارف من امتى، بس بكراش عليها. طبعا بتاكل بيتزا وبتشرب عصير برتقال، يا بخت البيتزا ويا بخت عصير البرتقال. اخر صورة ليها على انستجرام، يا سلام على التاتو، سلام على التاتو. قالت لك ايه بقى؟ قالت حكمة. اسمع بقى، اسمع، لا يمكنك أن تجعل الجميع سعداء، فأنت لست بيتزا، بس أنت بيتزا، أنت بيتزا بالمشروم كده وعليها مش عارف أقول إيه الصراحة، بس أنا معاكي، أنا معاكي، أنا معاكي في أي حاجة. أنا قولوا لي بس نادي السباعي بتقول لك وأنا أقول لك أمين، أنا معاك. كل الحب وكل الدعم لنادي السباعي، فعلا أنت مش بيتزا، أنت قمر وعسل وكل حاجة حلوة في الدنيا، كل حاجة تجيب مرض السكري في الدنيا. فـ I love you نادي السباعي.